السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة جديدة وعايزة اقول لكم مش اي حلقة. يوم السبت عملنا مع بعض لايف وقلت لكم استنوا مفاجأة باهرة، يعني انا قصارة انبهرت وكلكم ان شاء الله تنبهروا معايا. معانا النهاردة اسراء الجمل صانعة محتوى. اسراء الجمل جاية النهاردة علشان تطبخ لنا. اهلا اهلا. ازيك يا سارة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. الاخبار؟ عشان تطبخ لنا دي كبيرة قوي. شوفوا يا جماعة، اسراء هتطبخ. اسراء جايه النهارده وهتطبخ، وعامله لكم بقى ايه؟ طاسه ايه؟ صدق بالجبنه. صدق؟ ايوه طبعا. يعني صدق. هو انتوا كلكم في اسكندريه بتقولوا صدق؟ احنا بنقول سجق. لا، صدق بالدال. لا لا. وبعدين يا جماعه اسراء اكيد هتعمل الاكله حلوه طبعا، واكيد هتطلع فظيعه. هي قالت لي كده قبل الهوا. عايزه اقول لك مشرفانا جدا حبيبتي يا ساره، ربنا يخليكي. انا اللي مبسوطه ان انا معاكي النهارده والله، وما شاء الله بجد احلى كتير من على من الفيديوهات. بجد انا شفتها ما شاء الله احلى كتير زي القمر. ربنا يحفظك يا رب يا اسراء حبيبتي. طيب طبعا اسراء، كل ست فينا بلوجر، فاشونيستا، في منتهى الشياكه، في منتهى الجمال، ما شاء الله زي كده. اسراء برضو لازم تكون بتطبخ حلو، واللي انا شفته انا قصاره من الفيديوز بتاعتك واللايفات بتاعتك، شفت كنافه، شفت بشاميل، وعايز انا هتكلم معاكم دلوقتي، وشفت حاجات حلوه قوي قوي اسراء بتعملها. اسراء النهارده جايه تعمل لنا السجق بالجبنه الاسكندراني، فالنهارده ان شاء الله نتفرج بقى اسراء هتعمل لنا ايه. بس اول حاجه هنقول المقادير، وبعدين هنروح على طريقه التحضير. طيب اول حاجه هنحتاج لسجق بلدي، جبنه موتزاريلا، فلفل رومي، وطماطم، ملح، فلفل اسود. وهي قالت لي انا مش عايزه اصلا ملح وفلفل اسود. الملح والفلفل الاسود دول مش هحتاجهم. تمام، يلا بينا. قولي هنعمل ايه. اول حاجه بنجيب طاسه. ايوه انا بربع بقى كده اهو، ماليش علاقه باي حاجه. ده انا متضايقه جدا، خلي بالك. انا جايه عامله حسابي ان انا انتوا اللي هتاكلوني. انا كنت هعمل لك تراميسو مانجا والله، بس هم قالوا لا، يعني لازم اسراء تطبخ. بصي انا مش هعمل الكميه كلها. ماشي، انا هدوقك بس. هتدوقي مين؟ ولا حرام عشان خاطر الجماعه اللي معانا دول هيشموا الريحه. ماشي، ازود شويه. ماشي. بصي لازم الطاسه تبقى سخنه. تمام. انا مش عايزاه ينزل ميه كتير، لان اوريدي الطماطم معايا هتنزل ميه. تمام تمام. بنفضل نشوح فيه كده لغايه ما يمسك. ماشي، نشوح فيه لحد ما يمسك. طبعا ساره لسه قبل الهوا كانت بتقول لي انت بتطلعي لايفات تقولي ما تحطوش بهارات، ما تحطوش حاجه. بصوا، هي كانت مره عامله لايف، كنت انا راجعه من الشغل وبتعمل مكرونه بشاميل، فانا يعني انا قصاره شفت بعيني وهي طالعه لايف وعماله تقول ايه البشاميل اللي بيتعمل كده وهو كده، وانا ما اقتنعش باي طريقه تانية. يا اسراء انا ما قلتلكيش المسك يتعمل ازاي، لو سمحتي يعني ما تتدخليش شغلنا. وعماله اتفرج على الطريقه، ومره تانية كنت بتعملي ورق عنب ومصره ان هي دي الطريقه الصحيحه لورق العنب. انا عايزه اقول لك ان ورق العنب ده انا اصلا بجيبه جاهز، يعني بجيبه احطه في الحله. يعني كمان كمان وملفوف وكله ملفوف كمان. انا بقول لك انت اخترتي الشخص الغلط. بس اوكي. لا اصل انا خلي بالك بشوف، انا شفت مكرونه بشاميل وشفت لا، وكنت بعمل صواني. وانا حامل كنت بعمل صواني بقى سمك. شوف. موزه. لا كنت بعمل حاجات بصراحه زمان. قبل ما اعرف ان بشرتي اهم. بشرتك اهم من ايه؟ بشرتك اهم من ايه؟ بصي بصدق كده كويس عشان الاكل كويس يظهر على بشرتنا وصحتنا، ولا ايه؟ طبعا طبعا. طبعا طبعا. البرنامج يا جماعه اسمه مطبخ البلد. ايوه. واسراء جايه بتقول لك ان بشرتي اهم. ايوه حبيبتي. الطريق لقلب جوزك معتدل. لا دي حقيقه على فكره، انا جوزي صعيدي. وانا بقدم له تحيه دلوقتي في اللايف، خد قلب. انا جوزي صعيدي على فكره. ايوه. يعني طيور ولحوم، حتى السمك ما بيعترفش بيه. ايوه. طبيخ. لكن انت بتحبي السمك. انا اسكندرانيه اعشق السمك. لان انا برضو ماليش في السمك خالص. بجد؟ ليه؟ ما تحبوه؟ ايوه قليلا. هو الاسكندرانيه هم اللي يحبوا السمك جدا. بس انا اسمع ان الصعايده لازم الخضار واللحمه والطبيخ والطيور. ونوعين طبيخ وسلطه، والسلطه يا ساره السلطه. السلطه والشوربه. ايه رايك في الريحه؟ بصي الريحه تحفه. بصي كده عشان تعرفي ان احنا جايبين نوع سجق. صدق نظيف، صارفينه مكلفين عشان تعرفي جبنا لك احلى حاجه. بصي احنا ما حطيناش ولا ميه ولا زيت ولا زبده ولا اي حاجه. بصي بقى الطماطم الاول. هنزل بالطماطم الاول. ولا ثوم ولا بصل يا اسراء؟ انا سالتهم، هي ما قالتش كده، هي قالت كده. حياتي دي وصفه دايت. دايت ازاي؟ ما عدتش والله. لما اروح لجربها احنا هطلع عليكي لايف يا اسراء. والله هدوقها لك والله هعجبك قوي. ماشي. بصي بقى الطماطم هتبدا تنزل ميه اوريدي. تمام. وهنحط الفلفل. تمام. مقطعين الفلفل تخين قوي. يلا معلش زي بعض. معلش خليها عليكي.
احلى حاجه ان انا النهارده مش لابسه جلافز، انا النهارده بتفرج بشوف طريقه جديده سجق من غير لا بصل ولا ثوم ولا بهارات. هو فيه كل حاجه خلاص اوكي، ولا طعم ولا ملح ولا فلفل اسود. استنوا يا جماعه الكواليس وانا بدوق. والله العظيم يا جماعه هيعجبكم جدا والله. هو كفايه انك حطيتي ايدك فيه. طب بذمتك انت شامه الريحه؟ طبعا. حطيت بهارات؟ لا. شفتي بقى ان البهارات وحشه؟ البهارات الوحشه شفتي الحلقه دي ضايعه مش عارفه الحلقه باظت. يا جماعه البهارات يعني اقول ايه بس يا جماعه، البهارات اساس في بعض الاكلات، وفي اكلات تانية ما بتحبش البهارات زي مثلا اللحوم المشويه، الكفته اساسها شويه ملح وفلفل اسود. لا ماشي لو هنشوي نحط بهارات. اللي انا عكس اللي انا بقوله، انا بقول الشوي اساس البهارات. بصي هقول لك على حاجه، انا في الشوي ملح وفلفل اسود وميه بصل صح، بس كده. ايوه انت كمان عايزه تستغني عن الملح والفلفل الاسود. بكره الحاجات بقى اللي هي البابريكا والجنزبيل ورشه مش عارفه اسراء. لا ما تتعديش جبل البحر اللي بتجيبوه مش عارفه منين. بحر ايه؟ مش عارفه بقى. لا خالص. بصوا يا جماعه زي ما قلت لكم قبل كده مالكوش دعوه بكلام اسراء، ضيفه ومنورانا وعلى راسنا. البهارات احنا هنبدا الحلقه دي بعد ما هي تمشي. البهار احنا هوا، احنا مش تسجيل. طب هقول لك على حاجه، قولي انت مش بتحبي اكل جدتك ومامتك القديم اللي هو المحشي الكرنب بتاع زمان اللي هو الرز والخضره البشاميل اللي هي بتاعت زمان من غير بقى موتزاريلا وقرفه ومش عارفه ايه؟ لا هو ده اللي بتكلم فيه يا ساره، ان احنا بنحب اكل زمان صح بتاع جدتي ومامتي. والواحد اللي انت بتجيبيه وغرقان بيستاشيو ده بتاع زمان برضو ولا انت بمزاجك؟ انا عايزه ده للعيال مش للعيال. انا شايفاكي بعيني دول. يلا يا جماعه نروح ناكل وافل، وحاطه الوافل عليه كميه بيستاشيو. والله يا شيخه انا كنت هنزل اسكندريه عشان اكل وافل. على فكره ده بيستاشيو دايت. دايت برضو البيستاشيو دايت؟ امال انت فاكره شايفه؟ على فكره بتقنعني، انا عايزه اقول لكم ان هي بتقنعني. على فكره ساره انا عايزه اقول حاجه، ساره غير اللايفات خالص وغير حتى الشاشه. ده بجد؟ ساره رفيعه والله بجد. خدي قلبي اسراء. لا انت ممكن عشان الكاميرا احنا بتكبر وشنا فبنبان تخان قوي. لا انت رفيعه خالص. بس بعد الصدق ده هتتخني. يا شيخه عسل يا اسراء. المهم يا جماعه انا دلوقتي بقول لكم ايه؟ طب يا اسراء احنا دخلنا في الاكل وسيبنا اي حاجه. ايه فكره ان انت حبيتي تكوني بلوجر؟ يعني ليه حبيتي تبقي بلوجر؟ يعني يعني انا قصاره مثلا شايفه اسراء جميله جدا جدا في محتوى يعني لطيفه اولا كمحتوى، بشوفي كنت بتطلعي لايفات، شفتك كنت حامل وانت بتعملي كنافه، شايفاكي ست نشيطه مهتمه بنفسها، بتحسي البنات ان هم يهتموا بنفسهم. انا بقول حاجه غلط ولا ده اللي انا شايفاه؟ وما شاء الله بجد شفتها عامله ماسكات كتيره حلوه قوي بجد للبشره، يعني بتعرضي منتجات حلوه، ده اللي انا شايفاه. بصي انا ما اخترتش ان انا ابقى بلوجر. ما اخترتيش تبقي بلوجر؟ انا كنت ايام الكورونا وفتحت لايف كده عشان قاعده ملانه والولاد بيناموا بدري، ولقيت الناس بتتفرج عليا، ايه ده انت حاطه في وشك ايه؟ ايه ده انت حاطه ميك اب ايه؟ انت بتستخدمي ايه لشعرك؟ مش عارفه ايه؟ جه الموضوع كده. لكن انا ما كنتش مرتبه له خالص، ولا كنت مثلا داخله ناويه انا صباح الخير انا بلوجر، لا خالص ما فيش الكلام ده خالص. جت كده معايا. هي جت كده، الناس حبتني بقت هي تسالني اللبس ده منين؟ العبايه دي منين؟ الدرس ده منين؟ كده. فمن هنا بقى جه الموضوع. ايه رايك ناخد رنا؟ يلا بينا. الو؟ ازيك ساره؟ صباح الفل، ازيك؟ ازيك يا رنا؟ عامله ايه؟ منوره الدنيا، واسراء منوره بجد، مبسوطه قوي ان انتوا الاثنين مع بعض في حلقه واحده. حبيبتي ده شفتوا المفاجآت، بنعمل لكم مفاجآت عظيمه. انا عايزه اقول لك انا مستنيه الحلقه من امبارح لما اسراء قالت على اللايف. كنتي معاها امبارح في اللايف؟ طبعا. بصراحة بجد يعني بجد مبسوطة قوي ان انتوا مع بعض، ويعني حابة ابدي اعجابي بالاوتفيت. يعني انا هحط الجبنة. سامعاها؟ بتقول لك حابة ابدي اعجابي بالاوتفيت بجد؟ امبارح وريتهم طرف الفستان، كان نفسي اوريه لهم كله. وريتيهم الطرف امبارح؟ ايوه قلت لنا مش هنتوقع شكله. انا شفت الماسكات، انا شفت الماسكات ونمت. بصي انا هحط الجبنة دلوقتي اوكي؟ ميرسي يا رنا يا حبيبتي على المداخلة الجميلة دي، وعينيكي الحلوة، عينيكي الحلوة يا رنا. تسلمي يا روح قلبي. مش عايزه يا رنا اي حاجه تساليها لاسراء، مش عايزه اي حاجه تطلبيها مني، انا عينيا ليكوا. انت طالبه كيلو جبنه؟ انت طالبه كيلو جبنه؟ ساره زعلانه اول ما شافتني، اول ما دخلت الاستوديو قالت لي انت طالبه كيلو جبنه. رنا قفلت. يا جماعه انا دلوقتي بشوف الماتيريال اللي الضيف بيطلبها، طالبه كيلو جبنه وسجق. طب يا جماعه هي طالبه كميه سجق قد ايه؟ هي مش كاتبه، هاتوا اللي انتوا. احنا جبنا لها كيلو. انا قلت لها كيلو. طب خلاص يا اسراء في ايه؟ كفايه. على فكره دي لما تموت تصبري بس يا ساره، والله عايز احط الباقي. طب كفايه اصبر ايه؟ يلا جمعيه فيها. لا مش عارف يا جماعه، بس كفايه. والدايت اللي لسه بتتكلمي عنه. ما هو ده الدايت، ما دي جبنه دايت. جبنه دايت برضه؟ بصي بقى. طب ماشي. ثواني بس، هنفتح عليها هاكلك احلى اكله
ما دقتهاش في حياتك ان شاء الله ولا حد يقدرني. لا والله هتعجبك. بصي دي ممكن تتعمل للغدا تمام، الولاد وهم في البول في البحر. ممكن تتعمل للعشاء جنبيها بطاطس محمره، كاتشب، مايونيز، والحاجات اللي هم الاطفال اللي بيحبوها دي. بصوا هو انا عاجبني ان انا ما قطعتش بصل، ما فرمتش توم، ما حطيتش توابل كتير، وفكره الجبنه الموتزاريلا على السجق انا كساره ما جربتهاش قبل كده. فبجد انا اول مره هجرب معاكم حاجه، انا كساره بحب التوابل وانتوا عارفين ده، هي حتى ما حطيتش رشه فلفل اسود ترضيني، ترضي غروري حتى ما عملتهاش. هي سر، هي سر عشان أيوة. نفسيتك بقى ايوه عشان نفسيتك ما تتعبش تقعدي طول الليل تقولي كان نفسي احط ايوه. فانا هدوق معاكم وهنشوف اسراء بتعمل ايه. طب قولي لي بقى دلوقتي، يعني انت اصلا يا اسراء ما فكرتيش تكوني بلوجر، هي جت معاكي كده يعني باي لك؟ طب تمام، انت بقى شغلتك او يعني خلاص انت دخلتي الشغل ده وبقى شغلك ومجالك يعني اتس يور بزنس، ايه بقى ايه اللي انت شايفاه ايجابيات فيه، ايه اللي انت شايفاه سلبيات فيه، ايه رايك في الموضوع؟ لا السوشيال ميديا طبعا ليها سلبيات وليها ايجابيات. ايجابياتها طبعا الشهره وحب الناس. لا انا عايزاها تسخن شويه. طب هدي لك النار عشان نسمع. ما هو انت هتحركي كده البوتاجاز هيقف مننا، الجبنه مش هتسيح بجد والله. والله هدي لك النار. اوكي اهو بس قولي لي بقى ايه الايجابيات وايه السلبيات. الايجابيات طبعا حب الناس، الشهره، العائد المادي، كل الحاجات دي. السلبيات بقى انت كل الناس تتدخل في كل حياه كل الناس غصب عنك. بصي هقول لك على حاجه، هو طبعا في ناس كتير هتقول لك ايه، طب ما انتوا اللي بتعرضوا حياتكم على السوشيال ميديا وكده. احنا بنبقى قصدنا ان احنا نعرض جزء، حتى لو مأساوي شويه او حلو شويه هو بيبقى جزء بس، ده بيدي براح الناس. فهي دي هي دي بس بتبقى التركية الرخمه ان بتلاقي الناس بتتدخل في حياتك بس. لكن غير كده في حب، في دعم، في اهل، يعني حب في كل حته، تنزلي اي مكان في طبعا اي شهره. لا وانت محبوبه كمان جدا. انت محبوبه الحمد لله. الحمد لله. وانت والله يا ساره والله سيرتك سباكي، كل ما اقعد مع حد يقول لي ساره سمير دي ايه، والله العظيم بجد اقسم بالله. اسراء تسلمي يا اسراء بجد. فانت بسم الله ما شاء الله عليكي برضو. طيب هناخد تليفون. الو الو مهتاب، ازيك يا سيف ساره عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، انت عامله ايه؟ الحمد لله والله بنبسط جدا لما بدخل معاكي مداخله عشان بس اسلم عليكي. يا روح قلبي اهلا اهلا، انت من اجمل الشيفات اللي بحب اتابعها والله. يا روحي تسلمي كلك ذوق حبيبتي يا سيف، ومنوراكي اسراء، انا برضو من فانزات بتاعها ما شاء الله عليها، بتعمل لايفات مكسره الدنيا حبيبه قلبي. لا لا بجد مبسوطه ان انتوا مع بعض النهارده، وان شاء الله تبقى حلقه قويه باذن الله. انا عايزاكم بقى يا جماعه يعني ايه تقولوا لي ايه رايكم في حلقه اسراء، وعايزه كومنتاتكم لما ننزل الحلقه، وكمان لما ننزل كواليس الحلقه. وعايزه اقول لكم احنا هنخلص الحلقه وهنقعد ندوق مع بعض، وانا شخصيا مبسوطه قوي ان انا شفت اسراء يعني اول مره فيس تو فيس بجد، والله مبسوطه جدا يا ساره ربنا يخليك. عايزه اقول لكم يا جماعه كل واحده فينا يعني مثلا ساره، ناس كتيره جدا بتتابعها نفسها تقابلها اسراء، ساره بقى نفسها دي يعني لما انا كمان بتفرج فانا كمان نفسي اشوف برضه. بجد شرفتينا ونورتينا يا اسراء، مبسوطه قوي. افتح اوريكي؟ افتحي طبعا وريني، ولسه كمان لسه بنتكلم مع بعض، لسه معانا وقت. ايه الحلاوه دي؟ مش كنا زودنا الجبنه شويه؟ اكتر من كده؟ انا عايزه اقول لك ان احنا كنا محتاجين رشه اورجاني وكده، زعتر بسيطه. اهو بقى الافتكاسات بقى. مفيش لازم تحط التاتش بتاعها. بصي بقى ايوه وريني، عايزين نفوكس هنا. أيوة. فوكس هنا. فوكس. شيفي يا اخواتي، شيفي كمان. بصي زي ما وصيتك قبل الحلقه. تدوقي تقولي واو ايه الجمال ده كده، تنبهري. اقول واو؟ ايوه تنبهري، ابوس ايدك مش ما تبوظيش مستقبلي. بصي هقول واو وهقول الحقيقه وهي ريحتها حلوه. والله اسراء بعد اذنك اكسكلوزيف هنا كده لصدى البلد، ويا جماعه هاتولي وش اسراء. ايوه هاتولي وش اسراء كده، وانت في اي لايف تاني ما تجيبيش سيره البهارات. انا جايباكي النهارده عشان اخد منك تعهد، مالكيش دعوه، مالكيش دعوه بالاكل، انت واقفه تطبخي في ست بيت، انا ببقى بتفرج عليك هموت. انا عايزه افهم مالك ومال البهارات، مالك ومال المكرونه بشاميل. مش بحبها خلاص، بس ما تقوليش مفروض تتعمل كده. وبعدين كميه ثقه، انا كساره ببص طب اجرب الاكل من غير بهارات يمكن تطلع صح، يعني يمكن تكون صح. اول ما دخلت الاستوديو عيكي مش حاجه جنب ماسكاتك ووصفاتك، بس ما تجيش جنب البهارات، اوعي تقولي لحد. انا بالنسبه للماسك انا عايزه اخد ماسك ثقه، انا بدخل عند اسراء بشوف الماسك تنعيم، ماسك تبييض، ماسك مش عارفه ايه، ما شاء الله عليها خبره جامده جدا في الموضوع ده، وكل حاجه جميله. ما تجيبيش سيره البهارات ولا الطبخ ولا تجيبي، انت جعانه خشي اعملي الاكله في صبر. النهارده لايف على البهارات. النهارده لايف على البهارات. والله يا جماعه انتوا لو شفتوا اللايف واقفه كده، الكلام ده كان تقريبا من حوالي اسبوعين ثلاثه، لا شهر، واقفه كده وكميه ثقه تخليني انا كساره انا يعني ايه ده. بص بقى بتقول ايه،
لا الاكله دي اساسها كده. انا مش عارفه الناس اللي انا والله ابدا والله ابدا. انا فاهمه ان مش قصدك انا، بس انا بحب البهارات فانا واخده الكلام عليا. أيوة يعني أيوة. تخيلي مثلا لو انا طلعت لايف وقلت ايه، انا مش عارفه الناس اللي خشه تعمل ماسكات ماسكات، انت هتقولي ايه بينك وبين نفسك؟ فاهماني؟ ايوه صح. مالكم البهارات يا اسراء؟ انا ما جبتش سيره ماسكاتك ولا مالكيش دعوه لو سمحتي، امال بهاراتي؟ حاضر. هتخشي تعملي صينيه كنافه جميله وبتطلع محمره وزي الفل. أيوة وبتحشيها. انا شخصيا بروح قايمه عامله صينيه الكنافه. كنافه بالكاستر تحفه. او شفت الحلقه الجايه نعملها. الحلقه الجايه نعمل كنافه بالكاستر. يلا ندوق. طب حاضر. طب يا اسراء مش عايزه تقولي اي حاجه للي بيشاهدوا اسراء وبيتابعوا اسراء، اي حاجه عايزه اقول لهم. عايزه تقولي ايه من كل قلبك؟ لا من كل قلبي، من كل قلبي بحبهم طبعا، واكتر ناس دعمتني واكتر وقفت الناس وقفت في ظهري وبحبهم جدا يعني، هم عارفين انا ماليش غيرهم. وجربوا يا جماعه طاسه الصدق بالجبنه دي هتعجبكم جدا والله، وخشوا اكتبوا كومنتات بقى عن رايكم فيها، وزودوا الجبنه ما تسمعوش كلام ساره. طب انا عايزاكي تقولي اي نصيحه للبنات، نصيحه بقى من اسراء ما شاء الله ما شاء الله، اللي يشوف اسراء ما يقولش اصلا ان هي متجوزه وعندها اولاد ما شاء الله طبعا. فقولي نصيحه بقى للبنات وللسيدات المتزوجات. يا نهار ابيض دي صعبه قوي دي. نصيحه للبنات تتجوزوا تتجوزوش اصلا. مش عارفه الحلقه الحلقه دي المفترض انها تتذاع يوم الثلاث. تعتقد ان هم هيذعوها؟ خلاص كده انت طلعت هوا خلاص. لا والله يهتموا بنفسهم، اهم حاجه نفسيتهم. النفسيه دي يعني في ناس بتدفع فيها فلوس قد كده عشان تحسنها. نفسيتك، مزاجك، ولادك، صحتك، مفيش احسن من كده. يا رايقه تشتغلي وما تطبخيش. يا جماعه احنا النهارده كان معانا اسراء الجمل بنشكرها جدا من كل قلبنا. طب يا جماعه حاضر معانا سلمى قبل المكالمات على اسراء. مش قادره اوصف لك ايه. دوقي. ما احنا هندوق بس في الكواليس. هندوق في الكواليس طبعا. وبعدين انا هغطي دي. حاضر يا جماعه. سلمى يا جماعه معانا سلمى. الو يا سلمى. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عايزه اسراء. اكيد طبعا عايزه. ازيك يا سلمى عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سوسو عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عارفاني شخصيا انا بجد والله. انا سلمى عثمان. سلمى ايه؟ سلمى عثمان دي الادمن بتاعتي. حبيبتي يا سلمى الشيف بتاعتنا الجامده اللي مشرفانا في كل حته. تعبت يا سلمى، تعبت قوي معانا. تعبت. والله شوف شايفه وشها احمر وقمر ازاي. وعايزه اقول لك عامله اكل هتاكل الاستوديو كله بصراحه، وقالت اهم حاجه النهارده اهتمي ببشرتك ما تطبخيش. مش قادره اقول لك مطبخ البلد بيقول لك ايه. شكرا يا سلمى على المكالمه الحلوه دي. عايزه تقولي لاسراء اي حاجه يا سلمى اتفضلي. اقول لها ان انا بحبها جدا وهي قمر في كل حاجه وكلنا بنحبها بجد. حبيبتي يا سلمى ربنا يخليكي يا قلبي. حبيبه قلبي دي احلى ادمونه في الدنيا. خدي قلبي. خدي قلبي. شرفتينا ونورتينا بجد يا اسراء. حبيبتي الشرف ليا والله. حبيبتي تسلمي. هنرجع لهم تاني في كواليسنا مع بعض ان شاء الله. استنونا الفاصل اللي جاي، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم. فاصل ونص. رجعنا لكم من تاني ومش راجعه لوحدي، انا راجعه لكم النهارده ومعايا استاذه هند حسن خبيره التغذيه العلاجيه. اهلا اهلا. ازيك يا شيخه ساره؟ عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ الحمد لله كله حلو. عايزه اقول لك بقى كان معانا اسراء الجمل وعامله لنا طاسه سجق بالجبنه ريحتها حلوه. فعلا. فاحنا كلنا هندوق فين بقى مع بعض؟ نعم في الكواليس. طيب. بالنسبه بقى للسجق بقى. بالنسبه للسجق انا عايزه تبهريني يا شيف ساره بالاصناف اللي بتعمليها دايما. يا روح قلبي يا هند سلامين. يا روح قلبي عايز اسالك بقى سؤال. اللي انا اعرفه ان السجق ثلاث يعني، في مثلا جزارين بيعملوه تلت دهون وجزارين بيعملوه نص دهون، هل السجق معانا ولا علينا السجق الشرقي؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ هو طبعا السجق احنا عارفين ان هو من الاكلات برضو في اللحوم المصنعه اللي هي بيبقى فيها نسبه الدهون كتيره قوي او عاليه. هو انت بتقولي في ناس بيعملوه 50% دهون، لا ده في ناس بيعملوه 75% دهون فعلا. بسمع الموضوع يعني ده. بتلاقي ان في حتى دايما بنلاقي طاسه السجق في اي مكان بنلاقي ان هي بتبقى فيها السمنه نازله او الزيت اللي نازل من الدهون اللي نازله في نفس الطاسه، فطبعا هو في كم كالوري عالي جدا. صح. يعني من الاكلات اللي هي مش من اللحوم الحمراء او من الناس مثلا اللي هنقول ان
هو هتاخدي تاكلي السجق كانك بتاكلي لحمه حمراء ما فيهاش فاتس، هي فيها نسبه كبيره جدا من الفاتس. بس زي ما احنا متفقين برضو معانا ودايما بنقول ان احنا عايزين ان احنا ناكل كل حاجه نفسنا فيها، بس الفكره ان احنا عايزين نقلل الكميات بتاعه الاكل شويه. يعني ما ناكلش الكميات الكبيره قوي، وكمان ان احنا نحاول ما يبقاش هو دوت الاكل بتاعنا على مدار اليوم، يعني نحاول ان احنا يبقى فيه وجبه هي اللي ممكن ناكل فيها اكل فيها دهون شويه، وبقيه الوجبات نقلل شويه الدهون الموجوده. حلو قوي الكلام ده. طيب يعني انت دلوقتي بتقولي لي ان انا اكل عادي السجق، ناكل كل حاجه احنا نفسنا فيها، احنا متفقين ان احنا في النظام بتاعنا ان احنا بنقول ان احنا عايزين نخسس جسمنا وننزل في الوزن، بس احنا مش عايزين نتحرم، عايزين ناكل كل حاجه نفسنا فيها. فاحنا متفقين ان كل الاكل اللي موجود، طاسه السجق، طاسه الكبده، الاكل اي حاجه نفسنا فيها ناكلها، بس احنا هنقلل الكميات بتاعتها، يعني مش هناكل كميات كبيره، وده بفضل الكورس اللي احنا بنتكلم عليه واللي هو دايما موجود معانا، بنقول الكورس اللي هو بيحل لي كل مشاكل السمنه، بيخليني اكل كل حاجه انا نفسي فيها، بس بالظبط كاني عملت عمليه تكميم او كاني عملت عمليه بالون، ان هو بيقلل لي كميات الاكل اللي باكلها، باكل بدل ما انا هاكل الطاسه دي كلها والاقي نفسي لسه عندي نهم وجعانه، لا انا ممكن اكل واحده اثنين ثلاثه والاقي نفسي ان انا شبعت مش قادره اكمل. حلو الكلام ده. طيب دلوقتي استاذه هند هتساعديني بايه يخليني اشبع وما اكملش؟ هو مش انا اللي هساعد طبعا، هو الكورس بتاعنا العبقري السحري هو اللي هيساعدنا ان احنا ناكل كل حاجه احنا نفسنا فيها، بس الكميات بتاعتنا هتقل. طب ايه الكورس بقى اللي هيعمل لنا المعادله الصعبه ديت اللي هيحل لنا كل المشاكل؟ يعني انا مش هتحرم من الاكل، هاكل الاكل كل حاجه موجوده قدامي، مش هبقى ماشيه على نظام دايت ونظام صارم وان انا اعمل مجهود عشان انزل في الوزن، في نفس الوقت ان انا هنزل في الوزن بتاعي، وفي نفس الوقت ان انا احس ان انا صحتي بقت افضل. احنا بنقول معانا كورس الوان سليم، كورس الوان سليم دوت اول حاجه بنقول الكبسوله السحريه. كبسوله الوان سليم، كبسوله الوان سليم ديت هي اللي بتساعدني ان انا باكل الاكل كميات قليله، وده بفضل قشور السليم اللي موجود من مكونات الكبسوله بتاعتنا، ان هو بيخليني بالظبط كاني عملت عمليه بالون المعده او عملت عمليات الجراحات السمنه المفرطه، اللي هو بتخلي حجم المعده 70% بيتملي، فبالتالي لما باكل يعني بالظبط هو بيعمل زي كره جيلاتينيه في المعده، فلما باجي اكل كميه اكل مش كبيره زي ما احنا بنقول مع ان نوعيه الاكل ديت مش مسموح لي بيها وانا بنزل في الوزن، فانا برضو بنزل في الوزن لاني انا باكل كميه صغيره، فبالتالي ان انا بحس ان انا شبعت بسرعه، وكمان اللي هي الكبسوله بتاعتنا الوان سليم ان هي بتخلي ان انا اعلي الحرق بتاعي وبتديني احساس بالشبع، وكمان ان هي بتخليني ان انا حالتي النفسيه بتكون خلاص، يعني انا مش حاسه ان انا جعانه او مش حاسه ان انا محرومه من حاجه. بنقول الناس اللي عايزه تخس بقى ايه 10 كيلو وزن شويه مش كبير، 7 كيلو 5 كيلو عندنا بعد الفترات دي كلها والصيف والاكل والحاجات الكتيره اللي احنا عارفين اكلات كتير قوي عندنا ان هي بتزودنا في الوزن، فانا بقول ان احنا عندنا الناس اللي عايزه تخس من 5 ل 10 كيلو هتاخد اللي هو الكورس الشهر، كورس الشهر دوت اللي هو معانا فيه الوان سلام، وهيكون معانا فيه فيتامين زي، وهيكون معانا فيه خصم 30%. الكورس دوت هينزلنا من 10 ل 15 كيلو في الشهر، فالكورس دوت هيخليني ان انا الناس اللي عندها 10 كيلو عايزه تنزلهم من غير ما احس ان انا محرومه، من غير ما احس ان انا يبقى قدامي اكل كتير ومش عارفه ان انا اكل الاكل دوت، لا انا هاكل كل حاجه نفسي فيها، لان هي هتديني احساس بالشبع من 6 ل 8 ساعات. كل اللي احنا بنقوله ان احنا هناخد الكبسوله بتاعتنا الصبح اول ما بنصحى من النوم، بناخد الكبسوله وبنشرب وراها ميه كتير، فبالتالي بتديني احساس ان انا شايفه اكل كتير قدامي، بس انا ما عنديش شهيه ان انا اكل اكل كتير. وديت اللي هتخسسني من 10 ل 15 كيلو، ومعانا فيها خصم 30% وتوصيل مجانا ومتابعه مع دكاتره مجاني، يعني مش هحتاج بقى ان انا انزل لازم اروح لدكتور علشان امشي على نظام دايت ويديني ورقه وابقى محرومه من انواع الاكل كلها اللي انا نفسي فيها وامشي اسبوع والاقي نفسي بعد كده مش عارفه اكمل، لا انا بعيش حياتي طبيعيه خالص، باكل كل حاجه انا نفسي فيها بس باكل بكميات قليله، وده بفضل ايه؟ الوان سليم اللي هي الكبسوله البيضاء. طب احنا دلوقتي الناس اللي عندها بقى وزن من 10، ده اللي هو عرض الشهر، ده عرض الشهر اللي هو عليه خصم 30%. تمام، معايا العلبه البيضه، فيتامين دي، وكمان معانا توصيل مجانا ومتابعه مع الدكاتره مجانا. حلو. طب الناس بقى اللي عندها وزن ازيد من ال 10 كيلو عايزه تخس 20 كيلو 30 كيلو، هيكون معانا برضو الوان سلام، هي اساسي معانا في كل الكورسات بتاعتنا. تمام. لان هي اللي بتديني احساس بالشبع، بتخليني ان انا ما عنديش، انت بتقولي لي ازاي ان انا هاكل، مسموح لي ان انا اكل الاكل ده؟ مسموح لي ان انا اكل الاكل دوت، بس هتلاقي نفسك ان انت بتاكليه بكميات قليله جدا. طب انا دلوقتي عندي الناس اللي عندها زياده في الوزن اكتر من 10 كيلو، فيبتدي ان احنا ناخد معانا الوان سلام، وهيكون معانا الوان فات.
الاثنين دول، الكبسوله البيضه والكبسوله الحمراء. الوان سلام اللي هو هيخليني ما احسش ان انا جعانه خالص، هيديني احساس بالشبع وهيعلي معدلات الحرق عندي، يعني مش هعتمد ان انا الحرق عندي قد ايه، عشان كده احنا بنقول ان هو بيخسسنا من 10 ل 15 كيلو في الشهر، يعني اللي انا باخد كورس لشهرين هيكون معانا فيه الوان سلام. الوان فيت بقى اللي هيعلي لي معدلات الحرق كمان 4 اضعاف، يعني مش هيبقى الحرق عندي. في ناس من كتر ما عمل الدايت كتير او الحركه بتاعتهم بقت قليله، ما بتتحركش كتير، او ان هي عندها مشاكل صحيه، عندها غده، عندها مقاومه انسولين، الحرق عندها بيكون ضعيف قوي، فبتقول لك انا مهما ما باكلش، انا مش مشكلتي ان انا باكل كتير، انا ما باكلش بس انا جسمي برده ما بيحرقش. فاحنا بنقول ان هيكون معانا كورس شهرين، هيكون معانا الوان سليم وهيكون الوان فات اللي هو بيعلي لي الحرق 4 اضعاف، فبالتالي هيخليني انزل في الشهر من 10 ل 15 كيلو، يعني هيخليني انزل ده كورس الشهرين هنزل 30 كيلو في الشهرين، وهيكون معانا فيه فيتامين دي وكمان خصم 40% والتوصيل مجانا لاي مكان، يعني اي مكان موجود في محافظه القاهره، الناس اللي موجوده في الاقاليم، الناس اللي موجوده في اماكن بعيده مش قادره ان انا انزل واروح واطلب كورس واجيب الكورس، الكورس ده هنتصل بالارقام اللي موجوده على الشاشه، الارقام ديت اول ما نتصل هيرد علينا حد من الكول سنتر، هيحولنا على حد من الدكاتره، هيعرف الحاله الصحيه عندنا ايه، هيعرف الوزن عندنا قد ايه، هيبتدي يديني الكورس بتاعي وهيوصل لي لحد البيت من غير ما ادفع ثاني عليه ولا جنيه، وكمان بقى ايه خصم 40%، وكمان هيكون معانا فيه فيتامين دي. واهم حاجه واللي دايما بنلوه عليها في الكورسات بتاعتنا ان الكورسات مصرحه من وزاره الصحه المصريه، يعني امنه تماما، ممكن اي حد ياخدها، الاطفال اللي فوق 13 سنه، الناس اللي عندهم امراض مزمنه مفيش اي خطوره عليهم خالص، لان الكورس مصرح من وزاره الصحه المصريه، ودي حاجه مهمه جدا عايزين ننوه عليها. والارقام اللي هنتصل عليها هي الارقام الموجوده على الشاشه. حلو قوي الكلام ده. ده كورس ايه؟ الشهرين. الناس اللي عايزه تخس 30 كيلو. 30 كيلو، يعني دلوقتي حضرتك شرحتي لي اول كورس، الكورس ده معانا العلبه البيضة الكبسوله البيضة وكمان الفيتامين. حلو قوي الكلام ده. عرضه 30%. بالظبط. يعني لو مثلا الكورس عامل 100 جنيه انا هدفع 70 جنيه. بالظبط. حلو قوي. معايا كمان عرض الشهرين، عرض الشهرين ده خصمه 40%. يعني لو الكورس مثلا عامل 100 جنيه انا هدفع 60 جنيه ومعايا 2 علبه، العلبه البيضاء والعلبه الحمراء، وكمان معايا هديه الفيتامين دي والتوصيل مجانا ومتابعه مع الدكاتره مجانا. طب انا معايا كمان عرض الثلاث شهور. عرض الثلاث شهور بقى هيكون معانا نفس الكورس الشهرين، هيكون معانا الوان سليم الاساسي. تمام. اللي هو هيديني الاحساس بالشبع، مش هيخليني انا محرومه، اخرج مع صحابي هاكل كل نفسي فيه، هتعزم عند اهلي هاكل كل حاجه من نفسي فيها، في اي مكان عايزه اكل اي حاجه، مش هبقى قاعده مكسوفه لا انا عامله دايت مش هعرف اكل ده النهارده. فهي كبسوله الوان سليم، وهيكون معانا كمان الوان فات اللي هو يعلي لي معدلات الحرق، يعني هيخلي جسمي كده كده هو شغاله مكنه حرق عماله بتحرق لي في كل الدهون المتخزنه في جسمي، وكمان بيقضي لي على الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه. وهيكون بقى معانا حاجه مهمه جدا اللي هو الوان بيرفكت. الوان بيرفكت دوت اللي هو هيخلصني من الميه الموجوده في الجسم، كمان ان هو يعلي معدلات الحرق عندي 4 مرات، وكمان بقى حاجه مهمه جدا، دايما بنلاقي الناس اللي بتنزل في الوزن عندهم مشكله، اول ما بيوقفوا دايت او اول ما بيوقفوا خلاص كده بيزيدوا الوزن اللي زادوه، لو نزلت 10 كيلو بتزيدهم 20 كيلو، احنا بنقول معانا الوان بيرفكت ديت اللي هي تخليني الكيلو اللي انا بنزله مش هزيده تاني خالص. حلو ده. فبالتالي ان هي هتحافظ لي على الوزن اللي انا هنزله. تمام. ده في عرض الثلاث شهور هيكون معانا فيه الوان سلام. ايوه. والوان فات. أيوة. والوان بيرفكت هيكون معانا الثلاثه دولت، وكمان هيكون فيه فيتامين دي وخصم 50%. ما شاء الله. يعني لو الكورس زي ما انت قلتي يا شيف ساره، لو الكورس ب 200 جنيه فانا هدفع 100 جنيه، لو الكورس ب 300 جنيه فانا هدفع 50%. النص بالظبط. يعني بدفع بالظبط النص وهيوصل لي البيت من غير ما ادفع عليه تاني ولا جنيه، وكمان ان انا هتابع مع الدكاتره، يعني بقى مش هبقى مضطره ان انا النهارده رايحه عند الدكتور واخده ورقه الدايت وحطها على الثلاجه، وزي اللي هو كلنا كنا بنشوفه دايما في البيوت، والنهارده لو بوظت الدايت فانا هستنى بقى الميعاد الدكتور عشان ان انا اخد الدايت الجديد، انا هبتدي من النهارده. من النهارده عايزه اتخلص من الوزن بقى الزياده اللي انا مقفوله جواه، من القفص الدهون اللي انا محبوسه جواه مش عارفه اتحرك، نفسي بقى مش كويس، الناس بتشوفني بتقول لي ايه ده انت شكلك جسمك مالا كده ليه؟ صحتي بقت، بتخلص من كل المشاكل ديت وانا قاعده مكاني. الناس اللي ما عندهاش وقت ان هي تروح لدكاتره، ما عندهاش وقت ان هي تلعب في جيم، انا مش محتاجه غير ان احنا ناخد الكبسوله ونلتزم بالتعليمات اللي طقم الدكاتره، عندنا طقم دكاتره من اعلى المستوى، كلهم دكاتره تغذيه علاجيه، فكلهم هيتابعوا معانا، هيعرفوا مننا الحاله الصحيه والوزن ويقولوا لنا على الجرعات بتاعتنا اللي احنا هناخدها، والتوصيل زي ما احنا اتفقنا هيكون مجانا، واهم حاجه ان هو امن تماما لانه مصرح من وزاره الصحه المصريه. حلو قوي الكلام ده بجد، مبسوطه جدا. ايه رايك قبل ما ناخد الكورس المكثف ناخد تليفون معانا ام عبد الله؟ يا ام عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، عامله ايه؟ ازيك يا شيف ساره؟ الاخبار؟ الحمد لله. عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي زي الفل. الحمد لله. قالوا لي في الاربيس ان انت حاله خست.
انا اخدت الكورس، بعت جبت الكورس بثلاث شهور. ايوه. وخسيت عليه في اقل من شهر 9 كيلو. يعني انت بقالك شهر واحد بتاخديه؟ كده بقالي شهر. كده بقالك شهر ونزلتي عليه شهر واحد؟ بس انا خسيت 9 كيلو يعني قبل الشهر. ما شاء الله، حلو ده. يعني انت لسه كمان الشهر الثاني والثالث انت بس بتستخدميه بقالك شهر؟ انا بستخدمه بقالي شهر. ونزلتي 9 كيلو؟ نزلت 9 كيلو. ما شاء الله يا ام عبد الله. طب قولي لي بقى، تعالي لي بقى كده بقى، قولي لي يا ام عبد الله، حرمتي نفسك من حاجه حبيبتي؟ يعني في حاجه بتعمليها وما بتاكليش منها؟ والله بصي انا باكل كل حاجه. تمام. يعني انا باكل الحمد لله، باكل كل حاجه. ايوه. وبصي يعني احسن حاجه في الكورس ده ان هو مصرح من وزاره الصحه. طب انت يعني بتاكلي زي الاول يا ام عبد الله؟ يعني انت دلوقتي لما بتاخدي الكورس بقالك شهر، بتاكلي نفس الكميه اللي كنت بتاكليها قبل كده؟ لا لا. بيعمل ايه بقى؟ بيسد الشهيه؟ بيخليكي مش قادره يعني تاكلي؟ بصي انا كنت بحب الاكل بالليل خالص. يعني ممكن اكل اي حاجه كده. لكن دلوقتي لا، يعني ممكن اتغدى كده على الساعه 4:30 لما جوزي يجي. وبعد كده تلاقيني مش ماليش اصلا قابليه للاكل تاني. لا انجاز. هو ده حقيقي. هو دوت الكورس زي ما بنقول لام عبد الله بتقول ان هي الاكل قدامي بس انا باكل كميات صغيره، فانا حاسه ان انا حياتي ماشيه طبيعي جدا. طب نفسك مايله للحلويات ولا عادي؟ والله بصي انا من عشاق الحلويات. ايه اللي حصل؟ لا دلوقتي عادي. عادي مش رافضاها خالص ومش بتاكليها، وسط يعني. لا يعني ممكن اكل دلوقتي، بقيت اكل منها حته زي ساره كده حبيبتي يا ماما. يعني تعالي يعني انا كنت هجيب الهريسه الكنافه الجلاش اكل. انا عايز الحلويات الشرقيه. سؤال مهم جدا، هل حسيت دلوقتي ممكن العيال يجيبوا كده اكل حته؟ ان احنا كنا مثلا حالتنا النفسيه او مودنا مختلف، ان في ناس دايما تقول لك مثلا ادويه فانا ممكن تشتغل على المخ والاعصاب، فانا حاسه ان انا عندي توتر، ان انا عندي اعراض، فهل حسينا باي اعراض مثلا واحنا لا 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 الحقيقه يعني مش اكتئاب ولا حاجه؟ لا 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 ولا صداع ولا دوخه ولا غمامان؟ قولي الحقيقه انا معاكي. قولي. لا انا بقول لك قولي الحقيقه. لا 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 لو بيعمل هقول لك بيعمل. هو انا حبيبتي يا ام عبد الله، حبيبتي يا ام عبد الله، يا حبيبتي، ويا رب توصلي للوزن اللي انت عاوزاه. لسه مكملين يعني ما شاء الله، ده هي شهر واحد لسه ما كملتوش ونزلت 9 كيلو. بصوا يا جماعه، انا المتصل بحب اخليه يقول كل حاجه ويحب يعني ويقول هو حاسس ايه. يعني انا كده اوريدي انتوا عارفين انا اصلا باخد الكورس وعارفه ان مفيش سايد افكت ما شاء الله، وعارفه ان مفيش اصلا وجع راس ولا غمامان، لان انا شخص جربت كتير وجربت حاجات كتير. انا اخر حاجه اخدها تقريبا من 5 أو 6 سنين وقفلت بقى، وقلت الكلام ده من اول ما اشتغلنا، لان انا اخدت نوع من انواع الادويه وبيجي معاها كده على فكره حاجه تخربشيها فتطلبي فيقول لك اصلي ولا مش اصلي، وكان بيتقال انه اصلي. انا في نوع اخدته قعدت 3 أيام انا بامباير، صحية مش عارفه انام، توتر، قلق، قلبي بيدق جامد جدا، فانا كنت رافضه تماما اي نوع ادويه. لا خلاص ممكن أيوة اجرب عشان في ادويه كتير قوي بتبقى شغاله فعلا على المخ وعلى الاعصاب، تديني احساس وهمي بالشبع. احساس وهمي بالشبع، صداع، دوخه، احساس بالترجيع، اعراضها بتكون عدم نوم جدا. فعشان كده ناس كتير تقول لك لا انا ممكن اعمل اي حاجه بس انا ما اخدش ادويه. فاحنا بنقول في الكورس بتاعنا لا، انا بديكي احساس بالشبع مش احساس وهمي، لان هو اوريدي بيكون انا معدتي بفضل زي ما قلنا الكبسوله بتاعتنا اللي هي الوان سليم، فهي فيها قشور السيليوم، فهي الياف طبيعيه، حاجات كلها طبيعيه جدا. عارفين يا جماعه ايه قشور السيليوم؟ قشور السيليوم دي حاجه كده عامله زي البابلز. لما قشور لما بتاخديها وبتشربي معاها الميه بتفضل تنفش. عارفين البابلز الصغيره اللي بنجيبها من المكتبه بالظبط في المعده؟ زي البالونه الجيلاتينيه، المعده حجمها بيتملي. ايوه هي البالونه الجيلاتينيه. فهي انا باكل كم اكل؟ يعني بصي يا شيف ساره، انا مثلا ممكن حد تقول لك انا طب انا اعمل ايه؟ انا اكتر حاجه هي متعتي في الحياه الاكل، وفرح يقرب وعايزه البس الفستان بتاعه ومش عارفه اعمل حاجه، وعندي حاله اكتئاب. احنا بنقول ان احنا الكورس بتاعنا يخليك ان انت تاكلي كميات الاكل بتاعتك قليله، لان المعده فيها 70% اتملى، فانا كميه اكل بتاعتي هاخد ربع رغيف، مش عامله بقى نظام دايت، هاكل اكل كميات قليله، هلاقي نفسي ان انا شبعت، وفي نفس الوقت جسمي عمال مكنه حرق شغاله، حرق عمال جسمي بيحرق، ولا بيشتغل على مخ ولا على اعصاب، ولا يجيلي توتر ولا يجيلي دوخه ولا يجيلي رعشه ولا غثيان ولا الكلام ده خالص موجود في الكورس بتاعنا، وبناكد ان هو مصرح من وزاره الصحه المصريه. طب النهارده بقى في بقى المفاجاه اللي احنا بنتكلم عليها بقى للناس اللي هي فرحها قرب والفستان بتاعي عايزه البسه، عندي مناسبه وعندي فرح باختي او فرح بنت خالتي، عندي حاجه وانا عايزه اخس لها بسرعه، او ان انا الوقت دلوقتي في الصيف وعايزه اطلع هدومي ولقيت ان هدومي بقت صغرت عليا،
في كمان مشاكل صحيه. يعني انا في مثلا كان في حاله بتقولي ان انا عندي مشكله صحيه والدكتور قال لي ان انا لازم اعمل عمليه ولازم انزل في الوزن الاول قبل ما ابتدي ان انا ادخل اعمل العمليه. الناس دي كلها بنقول ان احنا معانا دلوقتي الكورس المكثف. الكورس المكثف دوت اللي هو الماجيك، الكورس الساحر اللي هو بيخليني اخس في الاسبوع بنقول 5 كيلو. يعني انا بخس في الشهر من 10 ل 15 كيلو، ولو ما خستش من 10 ل 15 كيلو من حق ان انا استرد الفلوس بتاعتي اللي انا دفعتها في الكورس دوت، لان احنا متاكدين من النتيجه اللي احنا بنوصل لها. الكورس المكثف هيكون فيه معانا، هيكون موجود الوان سليم، وهيكون موجود فيه الوان فات، وهيكون موجود الوان بيرفكت، وهيكون موجود معانا كمان الوان فات 2 مش واحده بس، وهيكون موجود معانا فيه كريم شد الترهلات وفيتامين دي وخصم 60%، مش خصم بقى 40 او 30، 60% من ثمن الكورس، والتوصيل مجانا والمتابعه مع الدكاتره مجانا. يعني هيكون معانا فيه الاثنين وان فيك، وهيكون معانا الوان سلام والوان بيرفكت وفيتامين دي اللي احنا عارفين طبعا فوائد فيتامين دي كتيره قوي وثمنه كام دلوقتي في الصيدليات، وكمان كريم شد الترهلات علشان بعد لما انزل في الوزن ما يبقاش عندي بقى مكان ان انا عايزه اداريه او مكان فيه ترهل. لا، احنا بنقول ان احنا بنخس بعمل شيبنج للجسم كله، وخصم 60% والتوصيل التوصيل لحد البيت مجانا من غير ما بدفع عليه ثاني ولا جنيه. وكمان ان احنا بنقول لو ما خسيناش الوزن اللي بنقول عليه فاحنا بنقول ان احنا من حقنا ان احنا نتصل نقول انا عايزه استرد الفلوس اللي انا دفعتها في الكورس لان انا ما نزلتش الوزن اللي قلت لي عليه. احنا بنقول الكورس المكثف عندنا بيخسسنا من 10 ل 15 كيلو في الشهر، 15. وفي ناس كتيره جدا على فكره، احنا بنقول من 10 ل 15 بس ناس كتيره قوي نزلت 15 كيلو في الشهر. احنا دايما بنحب نقول ايه المينيمم بحيث لما نوصل للماكس للميكسيمم نفتح نفرح. ده حقيقه يعني بجد. فالحمد لله الكورس بتاعنا، وزي ما قلت لكم قبل كده انا الاقرب الى قلبي الكورس المكثف، اقرب حاجه لقلبي انا. ليه يا ساره؟ جرعته بتكون اقوى. يا جماعه هي هياها العلبه البيضاء اللي في كل العروض هي العلبه الحمراء. طب ما يا ساره نفس العلبه الحمراء ونفس العلبه الخضراء في عرض 3 شهور، ايه الفرق؟ الفرق العلبه الحمراء الزياده بنكثف الجرعه، فبالتالي بيطلق عليه او بيتقال عليه الكورس المكثف. الكورس المكثف ده انا شايفاه الحل الانسب للايام اللي احنا فيها دي، افراح ومناسبات ومصيف. وانا بحب كساره اخد فتره الصيف اظبط فيها جسمي عشان وانا داخله الشتاء بحس ان الحرق، يعني انا بتكلم على طبيعه جسمي، كل جسم ليه طبيعته. بحس ان فتره الشتاء نفسك بتميل للمشروبات السخنه، الجوع، انتوا فاهميني؟ طيب ايه رايكم ناخد الحالات؟ يلا بينا، يلا ناخد الحالات بتاعتنا. معانا اول حاجه، اول حاله خسر 27 كيلو في شهرين ونص، ما شاء الله التسدي اختفى، الكرش اختفى، يعني واضح انه بقى من بني ادم لبني ادم تاني، واضح على فكره انه نفس الشخص. ما شاء الله ما شاء الله 27 كيلو وتشوفيهم تحسوا انه 40 كيلو، برافو. يلا بينا على الحاله الثانيه. معانا خسرت 25 كيلو في شهرين ونص، زي ما انتم شايفين في زوم حلو قوي على منطقه البطن والدراعات، ان البطن اختلفت. وعايزه اقول لكم في حاجه واضحه قوي ركزوا معايا فيها يا جماعه، هو نفس الاوت فيت، يعني نفس الفيست القط مع البادي النبيتي، نفس هي اللي لابساها هنا نفس اللي لابساها هنا، لكن فرق فيه هنا ان هو ماسك جدا على البطن، ضيق جدا على البطن، ضيق جدا على الدراعات، نفس البني ادمه بنفس اللبس، لكن هنا ما شاء الله شكله بقى جميل وتحس انها برده نزلت اكتر من 25 كيلو. يلا بينا على الحاله الثالثه. خسر 37 كيلو في 4 شهور، كان ايه وبقى ايه؟ طبعا الفرق واضح جدا، مفيش تسدي، مفيش منطقه الكرش، يعني بيقولوا عليها الجسم التفاحي. اخر حاله معانا دي صح؟ حلو الكلام ده، تمام. زي ما بقول لكم بسم الله ما شاء الله، وبقول وهفضل اقول الكورس بتاعنا محقق نتائج هايله داخل مصر وخارجها كمان. طب ازاي وانتوا ما بتشحنوش؟ يا جماعه بمنتهى البساطه، احنا النهارده خلاص احنا خلصنا سنه، واحنا ما شاء الله في موسم جديد في سنه جديده. السنه دي احنا حققنا فيها نتائج مبهره، يعني واحده نازله مصر سافرت اخذت معاها الكورس لاختها دلوقتي، وانت جايه الناس كلها طول العمر، يعني انا لما كنت عايشه في السعوديه او في الكويت ماما واخويا جاي او ابن خالتي جاي خليه يجيب لي معاه مانجا وحمام، الحاجات دي مش موجوده. لا احنا دلوقتي يا جماعه انا عايزه الكورس، انا عايزه كورس مطبخ البلد، طب اتنين، انا عايزه كميه انا واصحابي. هو ده الهديه دلوقتي بجد اللي بيروحوا بيه، يعني عايزه اقول لك قرايبي انا مسافرين بتطلب ان احنا نبتدي ان احنا نبعت باربي ومحتاجين الكورس بره. في بلان بتتعمل عندنا في الشركه ان شاء الله عشان يتوفر كمان خارج مصر. وزي ما بقول لكم دلوقتي بقت الهديه القيمه اللي تاخديها معاكي وانت راجعه، انا اتفاجئت بناس حبايبي وصحابي كنا قاعدين مع بعض بتقولي صحابي يا ساره عايزين كل ده
يعني مش عايزين هدايا، كنا بننزل نجيب زي ما قلت لكم مانجا، اليومين دول بقى مانجا وحمام، انتوا عارفين بننزل طبعا الناس اللي كانت مسافره والمغتربه بينزلوا فتره الصيف عشان يرجعوا تاني على المدارس، واحنا راجعين بناخد اساسي معانا حمام بط مانجا. دلوقتي انا عايزه كرسي الانسوليوم وحمام برضه ما يضرش، هياخدوا الحمام والبط بس هياخدوا الكرسي اللي يامنهم ان انا هاكل كل حاجه انا نفسي فيها بس من غير ما ازيد في الوزن. القعده بره الغربه، عايزه اقول لك الميه اللي بتنزل من الحنفيه بتخن، عشان لان احنا ما بنشربش من الحنفيه بره، كمان هناك مفيش مضطرين نشرب مياه معدنيه فهي بيبقى فيه زي نفخه، مع ان انت قاعده انت هنا رايحه لماما جايه من عند صاحبتك، انت هناك غصب عنك لو حتى بتداومي يعني بتروحي دايماً شغل بيكون بتيجي من الدوام قاعده لو في حركات كلها بالعربيات فمفيش لان الجو هناك ما يسمحش. انا طبعاً. انا نص عمري قضيته بره قاعدين حتى لما اشتغلت شويه قاعدين، كل حاجه مكيفه، عارفه اوبشن العرق مش موجود بجد، عشان كده احنا بنقول بقى ان الكرسي بتاعنا ما بيعتمدش على الحركه الحمد لله. يعني ما وعايزه اقول لكم انه فعلا حقق نتائج هايله بره مصر اوريدي، هو حقق ده، فما شاء الله احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه بنعمل بلان علشان نطلعه بره. فزي ما قلت لكم الكرسي بتاعنا بقاله سنه محقق نتائج هايله واكتر من هايله. طب اسرا دلوقتي انا عايزه اطلب الكرسي اعمل ايه؟ اتصل على الارقام الموجوده على الشاشه اللي تصل عادي الواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، هتطلبي الكرسي هيجي لك لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. طب الكرسي بتاعنا يا ساره ده ما شاء الله الكرسي بتاعنا مش معنى انه امن ومصرح من وزاره الصحه وحاجه كده جميله جدا، فاذا هو غالي جدا خالص. انا عايزه اقول لك سعره لا يذكر جنب انه ما شاء الله ما فيش سايد افكت، ما شاء الله امن مصرح من وزاره الصحه، حاجه 100 100. قلت لك قبل كده مش اي حاجه عليها عرض تشتريها، احنا بقى مش عندنا عرض، احنا علينا عرض واثنين وثلاثه واربعه بلس، بقى اهم حاجه ان احنا مصرحين من وزاره الصحه. الكرسي بتاعنا امن يا جماعه لانه بيحتوي على اعشاب طبيعيه، الموضوع سهل وبسيط. احنا معانا اربع عروض واستاذه هند دلوقتي هتشرحهم تاني. انا عايزه اقول لك ان انت فعلا قلتي على حاجه، في ناس دايما تقول لك الكرسي بتاعنا ان انا مش قادره دلوقتي اشتري الكرسي او الكرسي هيكون سعره عالي، احنا الكرسي بتاعنا على سعره كويس جدا وكمان عليه خصم، احنا بنقول عندنا كرسي الشهر هيكون اللي هو الوان سلام ومعانا فيه الفيتامين دي وخصم 30%، يعني احنا كل الكورسات بتاعتنا عليها عروض. دوت هيكون كرسي الشهر اللي هيخسسني من 10 ل 15 كيلو وهيكون علينا فيه خصم 30% والتوصيل مجانا والمتابعه مجانا مع الدكاتره. طيب كرسي الشهرين اللي هو هيكون معانا فيه الوان سلام وهيكون معانا فيه الوان فيت وهيكون معانا كمان فيتامين دي اللي هو هيخليني ان انا اعلي الحرق برضو عندي ويخلي جسمي صحته احسن وبشرتي احسن، ما اخسش بقى ويبقى عندي بهتان في بشرتي او شعري يقع او الكلام اللي احنا بنشوفه دايما لما الناس بتعمل نظام دايت. وهيكون معانا فيه كمان كريم شد الترهلات وخصم فيه 40%. فاحنا كل الكورسات، عايزه اقول ان كل الكورسات بتاعتنا عليها خصومات، فانا بدفع نص سعر الكورس بس. طب كورس الثلاث شهور اللي هيكون معانا فيه الوان سلام والوان فات وكمان الوان بيرفكت اللي هيخليني اتخلص من كل الميه الموجوده في الجسم ومش هيخليني كيلو اللي انا انزله ان انا ارجعه تاني، وهيكون معانا كمان في فيتامين دي وكريم شد الترهلات وخصم 50% والتوصيل مجانا والمتابعه مع الدكاتره مجانا. طيب عندنا بقى الكورس المكثف اللي احنا بنقول دوت الماجيك بتاعنا اللي هو هيكون موجود معانا في الوان سلام والوان فيت، هيكون فيه اتنين وان فيت وهيكون وان بيرفكت وفيتامين دي وكريم شد الترهلات، يعني هيكون معانا كل ده، كل المجموعه دي الكورس ده كله هيكون موجود معانا في الكورس المكثف، وكمان في الخصم 60% والمتابعه مع الدكاتره مجانا والتوصيل مجانا. والمهم جدا ان انا مش باخد حاجه بس هي سعرها فعلا كويس مقارنه بالفلوس الكتير اللي انا كنت بدفعها في الاكل، مقارنه بالفلوس الكتير اللي انا اروح لدكتور وعايز اعمل عمليات، انا بحل الموضوع. يعني احنا عايزين نوصل ان انا انزل الوزن الزياده، مش الناس بس اللي هي معاها اقدر عندي قدره ماديه ان انا اعمل كده، لا لكل الناس. يعني احنا الرساله بتاعتنا ان احنا عايزين كل الناس تتخلص من الوزن علشان المشاكل الصحيه وعشان المشاكل الشكليه والتنمر اللي بيحصل، عشان حاجات حياه افضل وفي نفس الوقت بسعر كويس جدا، لان احنا معانا في كل الكورسات بتاعتنا عروض ومعانا خصومات فيها. واهم حاجه ان احنا بنقول في الكورس المكثف ان انا لو ما نزلتش في الوزن اللي احنا بنقول عليه اللي هو من 10 ل 15 كيلو، من حقي ان انا اتصل اقول لهم ايوه انا ما نزلتش الوزن اللي انتوا قايلين لي عليه وعايز استرد ثمن الكورس بتاعي. والاهم من ده كله ان هو مصرح من وزاره الصحه المصريه امن تماما، ممكن الاطفال اللي فوق 13 سنه تاخده، الناس الكبيره في السن، الناس اللي عندها امراض مزمنه. والارقام بتاعتنا اللي موجوده دلوقتي على الشاشه هي ديت الارقام اللي هنتصل نطلب من عليها الكورس، او البيجات اللي موجوده على الفيسبوك وعلى الانستجرام، لو شويه الارقام فيه صعوبه فممكن نبعت على الواتساب، هيوصلنا الكورس لحد البيت من غير ما ندفع تاني عليه ولا جنيه. حلو قوي الكلام ده يا استاذه هند، وانا بجد يا جماعه شاكره من كل قلبي للعروض الجميله اللي معانا. عارفين يا جماعه الحلقه لما بتبدا ببقى خايفه ان في عرض، يعني وسط الغلاء اللي احنا فيه وسط ان كل حاجه بتغلى ببقى خايفه انهم يجوا من غير عرض،
او مثلا يقولوا كورس الشهر لا بقى خصم اقل. لا الحمد لله احنا محافظين على عروضنا وعلى اسعارنا والمنتج بتاعنا ما شاء الله محقق نتائج هايله واكتر من هايله كمان. استاذه هند قالت ان الكورس بتاعنا سعره في متناول الجميع، بس كده لا، انت مش مجرد بتوفري الاكل اللي بتاكليه لان انت طبعا بتاكلي كميه اقل. يعني مثلا انا اعرف واحده كانت بتعمل على اكل كيسين مكرونه، لما اخذت الكورس بقت تعمل كيس. انا اكتشفت مع الوقت ان الولاد عندها يعني ما بياكلوش الكميه دي، لا بقى كيس بجد مكرونه. انت عارفه الاكياس اللي هي الكيس 400 جرام، انا كنت بعمل انا وزوجي والثلاث اولاد كنا بنعمل كيس ونص او كيسين، لا احنا دلوقتي بنعمل كيس لانه بجد بيساعد على سد الشهيه. انت بتحطي بجد الطبق لنفسك فيه ثلاث معالق رز، فيه خمس معالق بسله، اي خضار. احنا بنجيش نقول لك لا لازم خضار سوتيه، لا لازم تونه، لا لازم بيت مسلوق، خالص الاكل اللي احنا بناكل الاكل اللي موجود في البيت المعمول في البيت. وعايزه اقول لك ان احنا كمان بنشجعك انك تستخدمي دهون قليله زي ما انت شايفه ساره، قليلا لما بتستخدم الزبده، قليلا لما بتستخدم السمنه يا ساره، بس الناس كتير بتستخدم ده بس هو مضر ومؤذي ليكي ولاولادك. عايزه اقول لك حاجه، لما تعلمي ابنك يشرب الحاجه سكرها معتدل او قليله السكر هيكبر وهو ماشي في اللاين ده، بيحب الحاجه كده. يعني انا لما اتجوزت زوجي كانت اخته دايما، طبعا هي سامعانا دلوقتي، الاقيها بتقدم لولادها الحاجات نص معلقه سكر، يا بسمه السكر قليل السكر قليل. اتفاجئت دلوقتي ابنها ما شاء الله اتعود خلاص، هو بيلعب كوره ما شاء الله وهو خلاص رياضي جميل. يعني الكلام ده اول ما اتجوزت كان من سنين، لا هو خلاص اتعود على السكر المعتدل. كل الموضوع نظام حياه لايف ستايل، انت بتعودي نفسك على ايه وولادك على ايه. الكورس بقى بيساعدك، ما هو انت الاساس، انت البنيه الاساسيه، انت لما بتعودي نفسك على حاجه بتلاقي نفسك كل ده بينطبع على ولادك وعلى زوجك. مش عايزه حلويات كتير في البيت، مش عايزه اكل دسم، انت معدتك مش متقبلاه، وده اللي الكورس بيعمله. الكورس مش بيعدل حياتك انت فقط، ده بيعدل حياه الناس اللي عايشين معاكي كمان. هو مش بيغير كمان حياتي، هو بيخليني ماشيه زي ما انت قلتي كلمه مهمه جدا، هو نظام حياه او نمط حياه، لايف ستايل بتاع حياه. مش بمشي على نظام لمده معينه وبوقفه وبرجع تاني للعادات الغلط اللي انا كنت بعملها. هو بيساعدني وبدون فرض ولا اي حاجه خالص وبدون حرمان. هتلاقي ان انت بتاخدي كميات سكر اقل، هتلاقي نفسك ان انت بتاخدي كميات اكل اقل، هتلاقي نفسك ان انت الموضوع عندك بقى طبيعي، بقى عادي خالص. وفي نفس الوقت عمال جسمي بعلي الحرق عنده، فانا كل يوم ببص لنفسي في المرايه، كل يوم بقيس هدومي، كل يوم بلاقي صحتي افضل لان انا بتخلص من الدهون الكتيره. وزي ما انت قلتي يا شيف ساره حاجه مهمه جدا، ان احنا ما بننصحش ان احنا بنقول الكورس بتاعنا هينزلنا في الوزن، بس احنا بنقول ان احنا ما بننصحش الحاجات الاكلات اللي فيها دهون كتير، لان طبعا في مشاكل كتير. احنا عارفين السمنه، الكوليسترول اللي بيعلى، الضغط اللي بيعلى بسبب علو الكوليسترول. فاحنا بنقول للناس احنا هنحطكم على بدايه الطريق لحياه افضل والحياه صحيه افضل والاكل صحي كمان افضل. طبعا واحنا مجرد يا جماعه بنحطكم على بدايه الطريق زي ما استاذه هند قالت، احنا مش بنفرض حاجه ولا لا الحاجه ولا اقول حاجه خالص. انت بتلاقي نفسك، واهم حاجه ان انت زي ما قلت لك وانت بتاخدي اول كبسوله عندك يقين ان انا هغير من نفسي، هغير من طريقه اكلي، هغير من طريقه شربي. بعد كده هتلاقي نفسك بتغيري من طريقه لبسك، بعد ما كنتي بتميلي لبس معين لا هتلاقي نفسك مثلا يعني بدل ما كنتي بتميلي للغوامق لا راجعه تاني للفواتح. انا الفتره الاخيره ناس كتير بتقول لي ساره انت بقيتي تلبسي ابيض كتير، انا كنت دايما بلبس اسود. في ناس عندها اكتئاب قاعده في البيت ما بتنزلش، ما هو الاسود بيلم الابيض عادي بقى البسي براحتك. في ناس شايفها قاعده في البيت ما بتنزلش بسبب ان انا هدومي كلها صغرت عليا وما بنزلش وقاعده في البيت عندهم اكتئاب. ايوه صح. يلا بينا ناخد الريفيوهات الحلوه زي الحالات الحلوه دي كده، الحالات الحلوه دي اللي بتفتح النفس نشوف الناس كانت ايه وبقت ايه. عايزه اقول لك نفس الريفيوهات دي، يلا بينا ناخد اول ريفيو. انا بشكرك جدا يا دكتوره على الكورس ده بجد، انا النهارده وزنت نفسي، النهارده لقيت نفسي نزلت 4 كيلو في 10 ايام بالظبط، كنت 96 لقيت نفسي 92، 4 كيلو في 10 ايام، حلو قوي الكلام ده. يلا بينا على الريفيو تاني. ايوه معايا، انا كنت 144 كيلو بقيت 138 كيلو، فرحانة قوي تسلميلي بجد الكورس جاب معايا. ممكن يكون في الأول مش هتفاعل بس نصايحك نفعتني، وكمان النظام مش مضر ومش بحس بهبوط زي الأول. برافو برافو برافو. ال 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 الريفيو ده بيقولك إيه؟ بيقولك إنها أول ما أخدت الكورس ما نزلتش في الوزن زي ما هي عايزة، رجعت تاني للفريق الطب بتاعنا قال لها لا المفروض تعملي كذا وكذا وكذا ممكن. فالكورس اتفاعل معاها صح وجاب معاها نتيجه. يعني يا جماعه احنا مش بنبيع الكورس بنقول مع السلامه، لا في احنا معانا متابعه دكاتره من اول يوم بياخدوا كورس، عشان كده الريفيوهات دي شايف ان احنا بنوصل لها ان احنا متابعه كل اسبوع بيبتدي ان احنا ايه الاخبار الكورس معانا صح.
حبيبتي يا دكتوره ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا، انا كنت 89 بقيت 79 مبسوطه جدا حبيبتي، ان شاء الله نكمل ونثبت ان شاء الله بامر الله. عايزه اقول لكم ان انا مبسوطه جدا من نتائج الكورس بتاعنا. بصي عايزه اقول لك حاجه، لما بتكوني بتقدمي منتج، انا عايزه اقول لكم المنتج ده لو من اول يوم انا قصاره ما شفتش نتائجه او شفت ليه سايد افكت انا ما كنتش كملت اصلا ولا كنت اخدته ولا كنت نصحت بيه. انا بنصح بيه كبار السن، بنصح بيه بس طبعا كبار السن مش اي كبار سن، لا انت بتتكلمي وبيقولوا لك حالتك ايه الصحيه، يناسب ايه ما يناسبش ايه. انا في واحده قابلتني وقالت لي انا كلمتهم قالوا لي الكورس ما يناسبكيش. ده حقيقي، احنا بنقول ان احنا الفريق الطبي ليه؟ علشان الفريق الطبي دوت هيبتدي ان هو هترجعي له هيبتدي متابع معاك الحاله الصحيه بتاعتك ايه، احنا بنقول ان هو امن تمام مفيش فيه اي مشاكل، بس ممكن يكون في بيتاخد انت بتاخدي دواء بيتعارض معاه، فاحنا عشان كده بنقول ان احنا المتابعه معانا من اول يوم، احنا مش بنقول على كورس بس، لا احنا في مصداقيه، كورس امن صرح من وزاره الصحه المصريه، فان انا في متابعه مع الدكاتره من اول يوم بناخد فيه الكورس، بنكون متابعين لحد ما بنوصل لك للوزن المثالي والحياه المثاليه والشكل الافضل والصحه الافضل كمان. واكتر حاجه كمان حبيتها هنا يا جماعه ان احنا طالعين بالكورس بتاعنا مش مخبيين ومش بنتكلم على منتج مبهم او مخفي مش موجود، المنتج بتاعنا قدام عينيكم، الكورس الشهر الشهرين الثلاثه بنشرح على العلبه بنقول لك هي دي العلبه اللي هتجيلك، هو ده الشكل اللي هيجيلك، هو ده اللون اللي هيجيلك، هي دي الارقام. احنا كورسنا بس هناخد مبهم مش مبهم، كورسنا كورس ما شاء الله احنا فخورين بيه وفخورين بنتائجه، فخورين بمكوناته، حاجه كده ما شاء الله عليها يعني ما شاء الله كامله الاوصاف. سعر مناسب، دايما في عروض، توصيل مجاني، شحن مجاني، هو التوصيل هو الشحن، التوصيل مجانا من غير ما ندفع ولا جنيه لاي مكان في محافظه القاهره، متابعه مجانيه، مكونات طبيعيه، يعني مش عايزين حاجه احسن من كده. فانا بصراحه قصاره بحب جدا الكورس بتاعنا وبشجعه فوق ما تتخيلوا. ايه رايك تقولي لي تاني؟ يلا كده بسرعه نقول على الكورس، خلينا نبتدي بالكورس المكثف اللي احنا بنقول الماجيك عندنا. الكورس المكثف هيكون معانا في الوان سليم، وهيكون معانا في اثنين وان فيت، وهيكون معانا في الوان بيرفكت، وكمان اهم حاجه جدا ان احنا بعد ما نخس ما يكونش عندنا ترهلات او سيلولايت، عشان كده هيكون معانا كريم شد الترهلات وفيتامين دي، وكمان خصم 60% ومتابعه مجانا والتوصيل مجانا. كل ده على الكورس المكثف، الكورس المكثف وخصم 60% بندفع بس 40% بس من ثمن الكورس. حلو قوي ده. طب انا عايزه اقول لك لو انت نازله دلوقتي علشان تجيبي، وقلت لكم الكلام ده قبل كده، فستان ولا عشان الفساتين كلها ضاقت، لا انت اركني دلوقتي الموضوع ده واشتري الكورس. هلبس، هنزل دولابي كله وهلبس كل حاجه فيه. ناس كل حاجه انا ابتديت اطلع حاجاتي والبسها خلاص يعني. أيوة. من اول اسبوع، لان احنا من اول اسبوع بنلاقي فيه شيبنج للجسم، الجسم نفس شكله بيبقى متغير. صح. طيب عندنا كورس الشهر هيكون معانا في الوان سليم، وهيكون معانا في فيتامين دي وخصم 30%، وهيكون التوصيل مجانا والمتابعه مجانا. الكورس الشهرين ده هيخصنا من 10 ل 15 كيلو. كورس الشهرين هيكون معانا في الوان سليم والوان فيت، وهيكون معانا كمان فيتامين دي وكريم شد الترهلات وخصم في 40%، وكمان هيكون معانا التوصيل مجانا والمتابعه مجانا. طب كورس الثلاث شهور بقى اللي هيكون موجود معانا في الوان سليم، الكبسوله السحريه بتاعتنا اللي هتخلينا ان احنا ما نحسش بالجوع ولا الحرمان، وهيكون موجود معانا الوان فيت اللي هيعلي معدلات الحرق عندي، يعني جسمي كده كده هيحرق، وكمان بقى الوان بيرفكت اللي هيحافظ لي على وزني بعد ما بنزل في الوزن، وفيتامين دي وكريم شد الترهلات وخصم 50% والتوصيل مجانا والمتابعه مجانا، واهم حاجه ان هو مصرح من وزاره الصحه المصريه وختم النسر موجود، ونبقى متاكدين ان الكورس لما يوصل لنا عن طريق الارقام بس اللي موجوده على الشاشه. حلو قوي الكلام ده، وزي ما انتم عارفين الكورس الجميل بتاعنا المكثف والشهر والشهرين والثلاثه والاربعه، الكورس الرائع بتاعنا ده عايزين نطلبه. هنعمل ايه؟ نطلع الارقام موجوده على الشاشه، الاتصال العادي الواتساب كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، هيجي لك الكورس لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. كان معانا النهارده اسراء الجمل، بلوجر جميله جدا وحلوه جدا، شرفتنا ونورتنا وعملت لنا اكله حلوه جدا. استنوا بقى كواليس الاكله دي واحنا بندوق. طبعا الكواليس هتلاقوها فين؟ هتلاقوها على البيج بتاعتنا مطبخ البلد، اوعوا تنسوا تدخلوا وتشتركوا في البيج بتاعتنا. عايزه اقول لك شرفتينا ونورتينا يا استاذه هند. ميرسي يا روحي، يا رب يكون البرنامج بتاعنا خفيف على قلبكم كده وما تكونوش زهقتوا منه. استنونا في حلقات احلى واحلى واقوى واقوى، وكنتم مع مطبخ البلد.